شايف وانا عايش. ايوه الدكتور، شايفين ان كثير من اهلنا اللي عندهم الربو لو اولادهم مثلا جابوهم على جده ولا بورسودان ولا سفروهم اليمن، يقول لك الجبال الحتت العاليه الرطوبه الشتاء هناك بارد، تلقاهم ما بسافروا وما بيمشوا، بيتعبوا فعلا من الربو بصوره كبيره جدا، تلقاهم يقحقحوا والله لما اضطروا اولادهم فعلا يرجعوهم يعني. ايوه فعلا. يعني انا شخصيا هنا عملت في منطقه الطائف بدري قبل سنين، فكنا مرات الناس اللي عندهم امراض في الصدر او الرئة كنا نقول لهم انزل الواحد ينزل مثلا جدل، ينزل من المناطق العاليه، ينزل في حتات منخفضه فيها رطوبه قله، كان بيتحسنوا. ايوه وفي السودان في الناس مثلا من بورسودان الواحد يجي الخرطوم او يغير يمشي اي حته ثانيه مع شرط يبقى يعني. كويس. ايوه اموره بتتحسن، لانه هو الربو اصلا عباره عن شنو؟ عباره عن يعني تفاعل ما بين الحاجه الجينيه الوراثيه الموجوده والبيئه، يعني تفاعل بين حاجتين. يعني انسان ممكن يكون مهيأ وراثيا للربو لكن ما لقى البيئة المحيطة، لازم يكون في تفاعل بين الاثنين، البيئة والوراثة يعني. نعم اي دكتور، اوكي ما في مشكلة تفضل دكتور. طيب اكيد في علامات للخطر اللي بتودي المستشفى، يعني في ناس مثلا يقول لك انا بمشي باخذ لي